سؤالك الأول، في بلادي الله يبارك 40 مليون نسمة، كل مواطن تاج راسي قام نسك، لكن كحزب سياسي أو كمسؤول في الدولة شغلي ماهوش نعلق مع كل مواطن. المواطن شاكيب خليل هدر مسؤول على كلامه، ما يهمنيش. تشاهدوا انتم كلكم باللي واحد في الجزائر ما دافع عليه كما دافعت عليه انا. الان ربما لو نعلق عليه بقصيده تاع فنان حاج مريزق الله يرحمه، نقول له سير يا ذاكر الاحسان. سؤالك الثاني، الاوضاع الماليه والتعليق والتقرير. اولا نكذب لك تكذيب قاطع، وجود تحقيق وتقرير من مصالح الامن انني قاعد نخوف الشعب. قلت الحقائق للشعب الجزائري لانه هو مولدار، من حقه يعرف الاوضاع، موش تخويف. اذا كان ما نجزت حتى شيء في الخمس شهور اللي راني قاضيها الحكومه، نجزت على الاقل شيء واحد، ساهمت في اخراج الشعب الجزائري من وهم البحبوحه، ويجعله يكون على علم ان بلاده في اوضاع ماليه صعبه. بنضيف لك، سمعت البعض وقريت البعض يقول ما كاش ازمه ماليه. انا نقول هاد الناس ما يقدروش يربحوا في الطابلو ا وفي الطابلو ب، في اللوحه الف وفي اللوحه ب. اذا كان ما كانش ازمه ماليه، علاش بقات 700 مليار دينار من الفواتر اللي كانت على ظهر الدوله ما دفعتش، وشركات فلست، والناس كانوا يخدموا ناس، يرزقوا ناس، صبحوهم يتسولوا باش ياكلوا خبزه. اذا كان ما كانش ازمه ماليه، علاش تجمدت اكثر من 3000 مشروع عمومي، منها مدارس؟ ربي سبحانه في ديننا الحنيف بداها باقرا، والشعب الجزائري مقدس التعليم. اذا الا كانت هذه الوقائع، انا ما نقولش الاخوان اللي كانوا مسؤولين عن الامور ما قاموش بالواجب، كل الله يحسن عونهم. نزيد لك خزينة العمومية في شهر سبتمبر كان فيها 51 مليار دينار، باش نعطيك قيس، الدولة تمشي بحوالي 200 مليار دينار في الشهر. إذا إذا كان الآن شعبنا والحمد لله حس باللي كاينه أزمة، أن ينتقد المسير حقه. قلت لك 40 مليون جزائري وجزائرية كل واحد تاج راسنا، لكن الناس شعرت باللي فيها اوضاع ماليه صعبه، والحمد لله البلاد الجد الى اجراءات. 700 مليار دينار تاع الفواتر اللي كلمتك عليها الدفع، وال 1500 مشروع كانوا مجمدين، رفع عليهم تجميد مدارس، عيادات، ماهيش مشاريع تاع 100 مليار دينار و 50 مليار دينار، لان مازالوا مخنوقين. لأن هاو جوابي مع تكذيب قاطع لما سمي بقلق وتحقيق وتقرير. تفضل. القسمي محمد السعيد سكرتير زيوني.